we'll see. والله في شغلتين. طيب واحدة بأجلها لبعدين. خليها لبعدين. بس بالنسبة للعقوبة، ترى عقوبة عوض خميس اللي اليوم كان متقنط قبل المباراة، ترى العقوبة للاعب ما له تأثير كبير على الفريق، أنا أتكلم بكل واقعية. والعقوبة لن تؤثر على الفريق لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة إطلاق، يعني عقوبة وغرامة ولاعب وفريق، يعني وبعدين وش هالفريق اللي بتهز تغريدة عقوبة، صح ولا لا؟ أنا بجيبها لكم كذا بمنتهى الصراحة. لا العقوبة حتأثر على الفريق، والفريق الكبير ما تأثر فيه يعني تغريدة مثل هذه، والعقوبة مش كبيرة يعني. بس دائما أنا أسأل سؤال، وش كان بيضر لو القرار ده كان 8 الصباح بكرة؟ وش كان بيضر؟ أنا 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 اسمح لي بس أنا بقول شغلة، دائما دائما في أي مؤسسة أو أي جهاز أو أي إدارة في الجهاز الإعلامي، هذا الجهاز الإعلامي لازم يكون يبحث عن أبعد الطرق أنك تكون في مرمى النيران. يعني لو الجهاز الإعلامي في الاتحاد قال لهم اجمع قرار، لا حيقدم ولا حيأخر، خلوه بكرة الصباح، طبعا مو عشان النادي يتأثر، عشان تحمي نفسك أنت من هجوم الجمهور. يعني اليوم في جمهور انفلتوا على اتحاد القدم، جمهور عام هو يحسبها كده، هو يفكر فيها كده، أنت كاتحاد كنت في غنى عن كل هذا، تقدر تخليها بكرة، تقدر تخليها الصباح، امتداد لدعمك، أنت تدعم الأندية السعودية، يعني اعتبر هذا امتداد، تعرف أنا ما نقول ألغي أو أخفي، أجل يعني لا وغير كذا يعني أساساً أنت اللي يعني شوف العقوبة بالتأكيد أنها مستحقة، العقوبة لن تؤثر على النادي، العقوبة غير مستفزة للاعبين واللي هناك، بس أنت ليش تحط نفسك يا الاتحاد في دائرة الاتهام فيها في المواجهة مع الجمهور؟ طبعا أنا أتكلم مع الجمهور، يعني أنا لو جاء قال لي أقول لك أوكي خلا بكرة الصباح بيلعب النادي اليوم، لأن لو النصر خسر، حلو لو النصر خسر تقبل إنه يجي لك كل الجمهور يحطون حرتهم فيك، قاعدين يحطون حرتهم في المدرب وفي الرئيس اللي دافع له ملايين، ولا في عضو الشرف اللي دافع له، بتجي عليك. فمن الذكاء أحيانا إنك تعرف بعض الأشياء متى تقدمها ومتى تأخرها، هذه نصيحة ببلاش لا أريد منها جزاء ولا شكورا. بس الموضوع الثاني يدور حول هالسافة، بس بنخليه بعدين، خليه بعدين، وكمان وحتكون كمان نصيحة ببلاش. أنا رجال ما أبغى شيء، دور ما عند الله، والله العظيم، والله شوف هالنصيحتين لوجه الله، الأولى دي الحين أعطيكم إياها بتخص الاتحاد برضو، كيف؟ النصيحة الثانية بدأ العمل الصحفي بقول لك في الفاصل، لا والله بغيت أقول لك بس يوم قال بدأ العمل الصحفي خفت منه، بقول لك في الفاصل، لا لا بس يعني بس بوجود يعني خل العقوبة طب خلي بكرة الصباح. طيب شوف بوجود لا تشذ، عارف لا تشذ بوجود، لا تشذ، انت دعم من وزير الرياضة ومهتم، انت كاتحاد ارسلت الامين العام في اجواء، ممتاز، لا تطلع برا الاطار، انت تحط نفسك. انا والله وانا قاعد اقرا التغريدة واشوف ردود الناس وقاعد افكر، لو سألني المسؤول وقال لي تركي كيف نعالج مسك الدولي، بقول احذف التغريدة خلاص هي انت طلعتها وتحملها. أروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل حديث في البرنامج، والموضوع اللي بتكلم فيه يوم ما يكون فيه أحمد المصيبي عشان أخاف منه.